صحابي جليل وأحد رواة الأحاديث النبوية الشريفة، والله المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام على زبيد وعدن باليمن، كما ظل والياً على العديد من بلاد المسلمين في عهد الخلفاء الراشدون. فقد ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البصرة بالعراق، ثم ولاه عثمان بن عفان على الكوفة، وكان أحد أهم الأعمدة التي ارتكزت عليه دولة الخلافة الراشدة لسنوات عديدة. فمن هو أبو موسى الأشعري؟ وما هي أهم إسهاماته في رفة الدين الإسلامي؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وأمه ظبية بنت وهب العكية التي أسلمت وماتت بالمدينة. كنيته أبو موسى الأشعري نسبة لقبيلة الأشعريين القحطانية اليمانية. ولد باليمن لكنه هاجر إلى مكة وحالف سعيد بن العاص الأموي قبل نزول الوحي وبدء الرسالة، إلا أن لين قلبه ونقاءه أهله ليكون من أوائل من أسلموا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأسلم في مكة ثم هاجر إلى الحبشة لفترة لدعوة أهلها للإسلام، ثم عاد مجددا لقبيلته في اليمن ليساهم في نشر الدعوة بين أهله وعشيرته. وبعد فترة عاد أبو موسى الأشعري إلى مكة للجهاد رفقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعه ما بين 50 إلى 60 رجل من أبناء قبيلته، منهم شقيقه أبو بردة وأبو رهم، فكان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد امتاز بلين قلبه ورقته، وهي صفات لم تكن غريبة على قبيلته ككل، فقد لقبوا بالأشعريين للدلالة على رقة أفئدتهم ونقائها. لذلك كان أبو موسى مزيج ما بين الطيبة والوداعة المتناهيتين والقوة والشجاعة والنضال في أوقات الجهاد. فحين كان يتلو القرآن بصوته تجد مزماراً من مزامير داود يرتل القرآن الكريم، وهذا ما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر يوماً فسمعه يتلو القرآن في صلاته، فجلس يستمع له، ولما انتهى من صلاته قال: أتنصت لي يا رسول الله؟ فقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود يا أبو موسى. وحين تحين المعارك يمتطي جواده بكل شجاعة، ولهذا شارك في العديد من الفتوحات الإسلامية، أولها كان غزوة خيبر في عهد الرسول، ثم كان ضمن سرية أوطاس التي أرسلها سيدنا محمد في السنة 8 الهجرية عقب غزوة حنين لقتال قبيلة هوزان تحت قيادة عمه أبو عامر الأشعري. في تلك البعثة قتل عمه أبو عامر، لكنه استطاع قتل قاتله. أيضا شارك أبو موسى في فتح الشام بعد وفاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وشارك في عهد سيدنا عمر بن الخطاب في فتح الرها وسميساط، وتستر كما كلفه أمير المؤمنين بفتح الأهواز وأصفهان، ففتحهما في السنة 23 للهجرة، وأخيرا جعله واليا على البصرة، فكان واليا حكيم مقرب من أهل البصرة ومحبب إليهم. وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان كان والي على الكوفة بطلب من أهلها على حسب بعض الروايات. وفي عهد سيدنا علي بن أبي طالب كان أبو موسى من مؤديه بعد الفتنة الكبرى ووقعت صفين، فاختاره علي ليكون ممثله في التحكيم، أما عمرو بن العاص الذي مثل معاوية بن أبي سفيان. ولم يقتصر دور الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري عند هذا الحد، فبحكم معاصرته لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنوات عديدة في المدينة المنورة، فأصبح أحد رواة الأحاديث، وقد تم حصر أحاديثه في مختلف المراجع كالآتي: 49 حديث في الصحيحين، بجانب 163 حديث عهدهما له الإمام شمس الدين الذهبي. أما عن وفاة أبو موسى فقد اختلفت الروايات حول مكان وتاريخ وفاة أبو موسى الأشعري، فالبعض يقول بأنه مات في السنة 44 من الهجرة في مكة، في حين أن البعض الآخر يقول أنه توفي في السنة 42 للهجرة في منطقة الثوبة بالقرب من الكوفة.